في طاقات ترابية عم بتبين، طاقات هوائية أكثر شيء، نارية. أسوأ إشي يعني ما بعرف كيف، خلص خلينا نحكي بعدين إن شاء الله. راح يكون في عندك، قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية، وأنا شفت يعني بالأشهر الماضية عن جد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي، ولكن عم بتعود إليك الحق شوي شوي، عم بتستعيد قوتك شوي شوي. في انتصارات بطيئة صحيح، ولكن عندك انتصارات على هدول الأشخاص، عندك تعويضات في أماكن أخرى. شايف سفر بامتياز، سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي. للي لسه ما سافر من برج الجدي عم بفكر، وفعلا هاي الفترة عم بتكون في فرصة حلوة للسفر. شايفة في عندك ادكشن معين، يمكن في عندك ادمان معين، ممكن ادمان على حب شخص، ممكن ادمان من اي نوع، عم بتحاول تنهي هاي الفترة، وممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك. فعم بشوفك يعني لسه ما بلشت يمكن انه تستشفي منها، او لسه ما جابت النتيجة المرادة، المراد تبعك لسه ما حصلت عليه. شايفة في مشروع جديد مكتوب له النجاح، حب جديد مكتوب له النجاح، او رجوع حب قديم بشكل جديد برضه مكتوب له النجاح. في عندك اكثر من نجاح هاي الفترة، عن يعني على اكثر من صعيد، على اكثر من ناحية. شايفة وفرة مالية كبيرة جدا، وسعادة عاطفية، يعني وفرة من الناحيتين، من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية. شايفة الأزواج من أبراج برج الجدي من بعد انفصال أو من بعد برود، من بعد عم بيرجعوا لبعض، حتى الأحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين. عم بشوف الشريك يعني كان في أمور بينك وبينه تدعو للخوف، أو تدعو شوي، كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما، عم بيحاول إنه يستنزفك وما يقدم شيء للعلاقة. يعني أنت كنت تقدم كثير، الطرف الثاني ما عم يقدم كان كثير، لكن عم تنعكس الأمور. شايفة شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب، يعني في عنده شوية حركات، عشان هيك انت عم بتكون شوي حزين، حتى مع الرجوع، حتى مع تطور، مع انك بتحبه كتير وهو بيحبك كتير، لكن هاي الامور فيه لا ارادية، هو يعني هو طبعه هيك، مش عم بيختلق الامور، او هو لا اراديا، هذا طبعه هذا الشخص. عم بتكون عنده علاقات، عم بتكون عنده القراءات طبعا ممكن تكون عكسية العاطفية، لما نحكي عن العاطفة عم بشوفك بتترك مكان، اما مسكن بتروح لمسكن جديد او عمل جديد. شايف هذا الموضوع رح يتم على نجاح. شايفة عندك بعض الطاقات السلبية، او بعض الاشخاص اللي كانوا قلت لك كانوا عم بيحيكوا، خلينا نقول عم بيحكوا من وراك، عم بيحيكوا مؤامرات ضدك، شايفة في لهم نهاية قريبة جدا. شايفة روحانياتك عم بتزيد مع الوقت، أو عم بتحاول تنمي روحانياتك بهاي الفترة، وهذا أفضل إشي بالنسبة إلك لحتى تتخلص من هاي الطاقات السلبية أو من هدول الأشخاص. خلينا نفتح أكثر على العاطفة. هون كمان بينت الطاقات السلبية، في طرف ثالث عم بيحاول يعمل طاقات سلبية لإلكم بالنسبة للعلاقة العاطفية. برضو الكرت الثاني نفس الشيء، أحيانا عم بتحسوا حالكم حزينين بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها. في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت، عم بيكون عندك استشفاء، وعم بتكون بكامل حيويتك على نهاية هاي الفترة. واحد منكم عم بيقدم اعتذار، عم بيقدم تنازلات، عم بيقدم شغلة
جدا رائعة للآخر. القراءات ممكن تكون عكسية، عشان هيك أنا بقول يا أنت يا هو. عم يحصل عليك من بعد ما فقدك، وعم تحصل عليه من بعد ما فقدك. هذا الشخص راح يقدم لك أكثر من شغلة، أكثر من إثبات، أكثر من دليل إنه هو تغير هذا الشخص. وعم بشوف فيه أمنية كبيرة حلوة من ناحية خلينا نقول العاطفة، رح تتحقق، إما عودة حبيب، إما زواج من هذا الشخص، إما شخص جديد، إما يعني في أمنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق. شايفة في وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط، أو رح يكون عند الشريك وفرة، ما أنت وجهك رح يكون حلو عليه. خلينا نقول بشكل عام شايفت لك الأمور العاطفية كتير حلوة. طيب في عنا تحذيرات أو شيء معين ممكن نحكيه؟ شايفة شوية بعد، يعني روحانياتك عم بتقل هاي الفترة الماضية كانت شوي قليلة، كان اهتمامك يمكن بالعمل أكثر، بالعاطفة أكثر، عم تبعد شوي عن الروحانيات، عن قراءة يمكن القرآن، عن الصلوات، عن أي شيء له علاقة بالروحانيات. فبيقول لك مثل تحذير، لأنه الكرت طلع يعني مقلوب، كتحذير يعني بيقول لك لا، ارجع قرب من ربنا، وارجع قدم الصلوات والدعوات وكذا، وارجع كمان استشفي من الأمور اللي قلنا عنها. شوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم بيكون معلق، بتركيزك أكثر شيء. شوف في تحديات كتير، ولكن كلياتها مثل رح تحاول تلاقي لها حلول، وخاصة في العلاقة العاطفية كلياتها. شوف قديش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك، ممكن اختلافات في اللغة، في الدين، في المكان، ما بعرف، بالأعمار، كل الفروقات شوي شوي راح تتقلص، وشوي شوي ما راح تشوفها. شوف هي لونها أسود والباك جراوند أسود، ما عم نشوفها أصلاً. فعم بتحاول تعمل هذا الإشي. شايفيت لك هون إنه الطاقة السلبية عم بتركز أكثر هاي الفترة على الاستشفاء منها، وفعلاً عم طاير يعني وحدة وحدة المشاعر السلبية أو الطاقات السلبية راح تعمل لها ريليز، هيك راح تطلقها من طاقتك وما راح تكون موجودة في الفترة القادمة. فشي حلو كتير، تركيزك راح يكون. نشوف كمان نصائح. بقول لك صرخ زي الأطفال، يعني خلاص بكفي جمود، بكفي إنه ما تعبر عن مشاعرك. أنت شخص ما بتعبر أبدا عن مشاعرك، بتضلك كاتم جواتك، الظاهر عندك بتحاول من خوفك، مش من خوفك، من عدم أمانك للأشخاص، بتحاول إنه تخبي المشاعر اللي عندك إياها. فبيقول لك لا، بالعكس صرخ، صرخ مع سعادة، علشان هذا الاشي يعني بفيدك انت اول واحد، بيطلع طاقات سلبية منك. خليك على طبيعتك، ما كتير تعيش دور اللي هو الانسان القوي كتير والرسمي والمش عارف ايش. وهذا احنا بنعرف برج الجدي يعني كتير بتمسك بقوته، بيحاول يرسم شخصية صارمة جدا قدام الناس وكذا. بيقولك لا، ارجع ارجع عادي، يعني الحياة أسهل من هيك وأحلى من هيك بكتير. فبيقولك ارجع مثل الأطفال. شوف كمان نصيحة لبرج الجدي. أها حلو، بينصحك بانك تعطي اكثر. هو انت فعلا بتعطي من مالك صدقات، ولكن بيقول لك ركز على الصدقات هاي الفتره اكثر، يمكن عشان طاقات سلبيه، ويمكن عشان اسباب اخرى. المهم بيقول لك انه واساسا في قوانين الطاقه الكونيه او في قانون الجذب، انت لما تعطي
هذا الاشي بيرتد لك باضعاف الاضعاف. فيعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكذا، واساسا برج الجدي معروف انه بهذا الموضوع بالعطاء. فبس بنصحك بهذا الموضوع حبايبي.